تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حدث انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق في منطقة أرض الجلف التابعة لمنطقة مصر الجديدة. ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري، مشددة على ضرورة تقديم التدخلات اللازمة للوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وفقا للوائح والقواعد المنظمة للعمل.